أشهر معلم سياحي في أكبر بلد كاثوليكي في العالم على الإطلاق هو تمثال المسيح الفادي في مدينة ريو دي جانيرو في البرازيل. يبلغ ارتفاع التمثال الحجري 32 متراً فوق قاعدة طولها 8 أمتار ويزن 1000 طن، بينما يصل امتداد يديه إلى 28 متراً. وتتضمن قاعدته كنيسة للروم الكاثوليك تعقد فيها القداديس والعمادات والاحتفالات والمناسبات الدينية. يقع التمثال على قمة جبل كوركوفادو المطل على أرجاء المدينة كلها من ارتفاع 710 أمتار عن سطح البحر، وتحته المنتزه والحديقة الوطنية الأكبر في العالم وشاطئ الكوباكابانا. فكرة بناء التمثال ظهرت عام 1922 في الذكرى المئوية لاستقلال البرازيل، وقد تبلورت عام 1925 عندما أنهى البرازيلي هيتور دا سيلفا كوستا التصاميم لتبدأ عملية النحت في فرنسا على يد النحات الفرنسي بول لادونسكي الذي عمل فيه 5 سنوات. وقد تم شحن التمثال إلى البرازيل عبر البحر مقسماً إلى 3 أجزاء، ونقلت الأجزاء إلى أعلى الجبل بواسطة القطار. تم تدشين التمثال في 12 من تشرين الأول عام 1931 باحتفال ضخم، وخلال الاحتفال كان يفترض أن يضيء التمثال العالم الإيطالي جوليلمو ماركوني مخترع الراديو من يخته في مدينة نابولي الإيطالية، لكن سوء الأحوال الجوية حكم أن تتم إضاءة التمثال من قبل العاملين في كوركوفادو. في عيده 80 عام 2011 حظي تمثال المسيح بنظام إضاءة جديد وباحتفال وصف بأكبر تجمع على وجه الأرض، ويذكر أنه منذ عشرات السنين يعتبر التمثال رمزاً للمسيحية وأيقونة لمدينة ريو، ولكنه في تموز عام 2007 تحول إلى تمثال عالمي عندما أدرج على قائمة عجائب الدنيا 7، ويزوره بين 5000 و7000 زائر يومياً.